حياكم الله مشاهدينا الكرام وإليكم موجز الأخبار. أظهر استطلاع للرأي وجود حالة يأس واسعة في المناطق المحررة من إمكانية إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء من ضحايا الإرهاب ووشايات المخبر السري بعد أن أصبحت معاناتهم الإنسانية ملفا ثانويا بأجندة السياسيين. طمأنت الكوادر الهندسية المشرفة على إنشاء جسر المعتصم الرابط بين ناحيتي الإسحاقي والمعتصم وقضاء ضلوعية بحملة تصاعدية في الإنجاز ما يخفف من مختلف الاختناقات جنوب المحافظة والتي تشكو من قلة الجسور، ما سيفتح آفاقا خدمية وتجارية مهمة. بررت وزارة الهجرة والمهجرين سبب تأخر صرف منحة العودة للنازحين والبالغة 4 ملايين دينار بعدم توفر السيولة المالية لتمويلها، نافية التوجه لإخراج النازحين من المخيمات قسرا وغالبيتهم من سجار وصلاح الدين ونينوى. أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني أن الحكومة وضعت التربية والتعليم في سلم الأولويات، وذلك خلال استقباله مجموعة من الطلبة المتفوقين في الدراسة الإعدادية من أصحاب قصص النجاح، وكذلك الطلبة المتفوقين من العوائل المتعففة. دعا الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى تجنيب العراق التورط في مشاكل المنطقة نظرا لحساسية وضعه والتحديات الكثيرة التي يواجهها، معربا في اجتماع برئاسة مسعود البرزاني عن أمله في أن تحل المشاكل والتعقيدات في المنطقة عبر الحوار دون لغة التهديد والسلاح. كشف النائب عن محافظة نينوى محمد نوري العبد ربة عن تجميد الحكومة العراقية لمشروع سد بادوش في مدينة الموصل رغم أنه أحد المشاريع الاستراتيجية، مضيفا أنها المرة الثانية التي يجمد فيها العمل بمشروع سد بادوش بعد توقف العمل سابقا في تسعينيات القرن الماضي. أخيرا، شدد الحزب الديمقراطي الكردستاني على أهمية حماية كيان إقليم كردستان الدستوري وتشكيل حكومة جديدة شاملة، مؤكدا باجتماع اللجنة المركزية للحزب عدم وجود أي فيتو على أي شخص أو جهة، والأولوية في هذه المرحلة هو حماية كيان الإقليم وحقوق وحريات شعب كردستان. الموجز انتهى، إلى اللقاء.